حبايبي طالبة وطالبات جريد 6، هنبتدي النهاردة مع بعض فيديو جديد لشرح مادة الساينس معاكم جيرمين ساينس تيتشر. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على ليسون مهم جدا، هو ليسون 1 هو الاكسجين في يونت 3. خدنا في الفيديو الاول او في البورت الاولاني اتعرفنا على الاتموسفير وتعرفنا على الاكسجين والسورس بتاع الاكسجين، وخدنا كمان الفيديو اللي بعده تعرفنا على البروبريشن و بتاعه الاكسجين ان لاب والبروبرتيز بتاعه الاكسجين، وقلت لكم ان البروبرتيز بتاعه الاكسجين هم مهمين جدا. عندنا 6 بروبرتيز، قلنا ان الاكسجين كلورليس تيستلس اودرليس جاز، قلنا ان هو سكارلسلي ديزولف ان ووتر، قلنا دازنت بيرن بات ات هيلب ان بيرنينج، هيفير ذان اير وبالتالي ات ريبليس اير، كومبين مع لايتد ماجنيزيوم تو فورم ماجنيزيوم اوكسايد واللي هو وايت ماتر، وقلنا كمان ان هو هاف ابيليتي او هاز ابيليتي تو كومبين دايركتلي مع موست اليمنت فورم اوكسايدز. وطبعا اخر بروبرتيز دي مهمه جدا جدا جدا، دي اللي احنا هنبني عليها الفيديو بتاعنا النهارده، ان احنا هناخد الدايركت كومبينيشن بتوين اوكسجين اند موست اوف اليمنت، التفاعل المباشر ما بين الاكسجين وموست اوف اليمنت وكثير من العناصر. خدنا البروبرتيز الاخيره، قلنا ان الاليمنت لما هيتفاعل مع وهيرتبط هيعمل عمليه كومبينيشن مع الاكسجين هديني اليمنت اوكسايد. ده بيحصل عن طريق ايه؟ قال لي ده بيحصل عن طريقين اتنين، تو ويز، من خلال طريقتين. ايه هما؟ اول طريقه اللي هي الاكسديشن، والتاني طريقه اللي هي البيرنينج او الكومبوزيشن. اكسديشن اللي هي الاكسده، والبيرنينج او الكومبوزيشن اللي هو الاحتراق. تعالوا نتعرف كده على كل واي من دول لوحدها ونعرف ازاي بتحصل عمليه الاكسديشن وازاي بتحصل عمليه البيرنينج او عمليه الكومبوزيشن. عملية الأكسديشن قال لي it is slow combination between oxygen and the element. عملية الأكسدة هي عملية combination بطيئة، ارتباط بطيء ما بين الأكسجين وما بين الإلمنت، ما بين الأكسجين وما بين العنصر. زي مين؟ قال لي زي الايرن راستنج. والايرن راستنج لو تفتكروا السيشن اللي فات او الفيديو اللي فات قلنا ان عشان يحصل ايرن راستنج كنت بجيب الايرن نيل واحط عليها شويه ووتر واحطها فين؟ واحطها في المويست اتموسفير، في جو رطب. يبقى انا هنا عشان يحصل عمليه اوكسيديشن عندي لازم يكون in the presence of moisture water، يعني الميتشرز او ووتر، يعني في وجود جو رطب او في وجود ميه. تمام، عمليه الايرن راست دي بتحصل لمين؟ قال لي بتحصل ممكن للسفن شيبس اللي بتكون موجوده دايما معظم الوقت في الميه، فبيبقى الاجزاء ده اللي بتبقى موجوده جوه الميه دي مع الوقت بيحصل عمليه راست، بتحصل ايرن راستنج، يعني الحديد اللي فيها بيحصل له عمليه راست. تمام. طيب ازاي عمليه الراستنج دي بتحصل؟ تعالوا نعرف عمليه الراستنج دي بتحصل ازاي. طبقه الراست دي بتحصل ازاي؟ قال لي طبعا دي مشكله كبيره جدا بتحصل في الايرن راستنج او عمليه الاكسديشن، لان هي بتسبب ايه؟ قال لي بتسبب كوروجن اند دامج اوف ايرن وير از بريدج بيلرز اند شيبس بيلرز. يعني ايه الايرن راستنج ده او العمليه دي؟ بيحصل ايه؟ بتسبب كروجن، تاكل، اند دامج، تدمير للايرن وير از بريدج بيلرز اند شيب بيلرز، للمباني او للجسم بتاع البريدج اللي هي الكباري والشيبس بيلرز اللي هي السفن. تمام. طيب الايرن راست اللي هو الصدى بتاع الحديد ده ايه مشكلته او إيه بينتج عن ايه؟ قلنا ان هو بينتج عن عمليه الاكسديشن، اكسديشن يعني اكسده، والاكسده دي يعني وجود ووتر ووجود اكسجين. تمام. حلو. طيب اتجنب ده ازاي؟ ده انا معظم السفن عندي موجوده في الميه على طول، بتسافر من مكان لمكان، تنقل ناس من مكان لمكان. معظم البريدجز عندي اللي هي الكباري دايما بتربط ما بين مدن
وبعضها، وبتربط ما بين محافظات وبعضها. ده في كمان بريدجز عندي جوه البلد نفسها بتربط ما بين مكان للتاني. طب انا احافظ على البريدج بيلرز دي ازاي، واحافظ على اجزاء الايرن دي ازاي؟ قال لي في عندي ميثود تو افويد ايرن راستنج، طريقه واحده بس عشان اتجنب بيها الايرن راستنج دي، اللي هو انا بعمل ايه؟ بعمل عمليه ايزوليتد او ايزوليتنج للايرن وير ويز built to protect them from rust. يعني ايه؟ يعني مش هسيب السفينه بتاعتي حته حديده كده، لا، انا هاجي على الحديد ده وهبتدي ادهنه. isolated يعني هعزله، هعزله بايه؟ ببنتس، دهانات to protect them from rust، عشان ابتدي ان انا احميها من الراست، من الايه، ان الحديد ده يتاكل او ان هو يحصل عمليه راستنج. تمام. طيب برضو ازاي العربيات؟ ابسط حاجه الكارز، العربية مدهونة من بره لون حلو جدا، ايا كان بقى، احمر، نبيتي، ازرق، ذهبي، اخضر. طب هو انا لو سبتها زي الشيب الموجودة او الشيبس الموجودة قدامكم دي، قطعة حديد كده، ما هي الكار، العربيات، الترين، الباص، كل ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ايرن بودي، هو جسم حديد. لو انا سبته من غير ما اعمله عملية بينتس، من غير ما اعمله عملية دهان، مع الوقت غسيل العربية، شوية مطرة نزلت على الحديد، مع شوية شمس طلعوا، مع الوقت هلاقي ان العربيات والترين والباص دي كلها حصل فيها عملية راستنج للايرن ده، وبقت فيها فتحات كتير جدا وفيها خرام كتير جدا، وممكن ما تبقاش اصلا صالحة للاستخدام الادمي، يعني ما ينفعش حد يركبها. فانا عشان احافظ عليها بانها تبقى دايما جديدة، بعمل ايه؟ بدهنها. بصوا الشيب اهي، عملت لها عملية بنتد ايرن وير، هنا كانت راستد ايرن وير، يعني هنا اتدمرت خلاص، الايرن كله اتاكل او حصل له عملية راست. فهنا عملت ايه؟ عملت عملية بنتد للايرن وير، عملت عملية دهان للغلاف او للبادي اللي هو الحديد ده، منها ان انا خليت شكل الحاجة دي حلو ونظيف، ومنها في نفس الوقت انا عملت عملية بروتكت ات فروم ايه؟ فروم راستنج، خلاص حميتها من الراست. اوكي طيب، ومن عمليه الاكسديشن. طيب تاني ميثود عندي للكامبين او للدايركت كومبينيشن بتوين الاكسجين والاليمنت، قال لي عمليه الكومبوزيشن او البرنينج، الاحتراق. زي ايه؟ مثلا برنينج بيس اوف وود او بيس اوف كلينسينج واير. كلينسينج واير اللي هو الالومنيوم اللي احنا بنستخدمه في ان احنا نعمل بيه اللي هو السلك بتاع التنظيف بتاع الاطباق والحلل والحاجات دي كلها، اسمه كلينسينج واير. طيب هنعمل ايه؟ بصوا عملية البرنينج او عملية الكمبوزيشن، تعالوا نشوف الديفينيشن بتاعها، وده مهم جدا ولازم تفرقوا ما بين الديفينيشن بتاع البرنينج او الكمبوزيشن والديفينيشن بتاع الاكسديشن. الاكسديشن قلنا هو سلو كومبينيشن، هنا ده رابيد كومبينيشن. رابيد كومبينيشن يعني ارتباط سريع between الاكسجين and the element to produce heat and light. يعني بمجرد ما انا بجيب حته الخشب او الورقه وابتدي ان انا burning او اللاحه، في ثواني الورقه دي بتتحول الى ايه؟ الى رماد، او حته الخشب دي خلاص بتتحرق، وبيطلع نتيجه الاحتراق ده او البرنينج ده بيديني heat ولايت، ضوء وحراره. تمام؟ حلو. طيب ايه هي البروبلم بتاعت الكومبوزيشن بروسيس، او الاسباب او اللي بيحصل نتيجة عملية الكومبوزيشن بروسيس؟ ان الاليمنت ده اللي انا خدته وعملت عملية كومبينيشن بتوينه وما بين الاكسجين، الماس بتاعته انكريز افتر كومبوزيشن. مش فاهمين اي حاجة، هقولك. بص هنفرض ان انا جبت قطعة من او حتة كده من اللي هو الكلينسينج واير، تمام، السلك بتاع التنظيف، هجيب حتة كده منه، اوكي، وهعمل ايه؟ هحطه على الميزان وهبتدي اجيب الماس بتاعته، الكتلة بتاعته، وبعدين وبعد كده هقوم ماسكه بالماشة كده او بالتانك، تمام، اللي هو احنا بنسميه الماسك بتاع المعمل اللي موجود عندنا في اللاب، وابتدي احطه على فليم او هحطه على العين بتاعت البوتاجاز. اوكي حلو، لحد لما يحمر قوي، يعني يتحرق جدا 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 خلاص، وكل الانر بارت بتاعته والاوتر بارت بتاعته بقت لونها ريد، بقت لونها احمر. تمام.
هحطه بعد كده فين؟ هحطه في الومنيوم بليت، هجيب الومنيوم بليت وهحط عليه او هحط فيه الجزء اللي هو الكلينسنج واير ده البرنينج المشتعل او اللي انا حرقته. طيب وهعمل ايه؟ فاكرين انا كنت جبت الماس بتاعت الكلينسنج واير قبل ما اعمله عمليه برنينج، تمام؟ وبعد ما عملت له عمليه برنينج هجيب الماس بتاعته افتر برنينج على برضو البالانس سكيل، تمام؟ وهعمل عمليه كومبير ما بين الماس افتر اند بيفور برنينج. يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا هجيب تو بول من الكلينسنج واير هاف سي ماس، تمام؟ ما عنديش تو بول، يعني ما عنديش كورتين من نفس الكلينسنج واير، يبقى هي كره واحده هحطها على البالانس سكيل، هجيب الماس بتاعتها وهعمل ريكورد للقرايه بتاعت الماس واخدها هي هيها في التانج، هحطها على الفليم او هحطها على البوتاجاز لحد لما يحصل لها عمليه بيرنينج كامله من الانر والاوتر بارت كلها بتاعتها تكون لونها بيكام ريد، وبعدين هحطها في الومنيوم بليت until it extinguish لحد لما تطفي نهائي، وبعد كده هاخدها بالتانج واحطها تاني على البالانس سكيل واجيب الماس بتاعتها. حلو كده؟ تمام. وهعمل برضو ريكورد للماس دي وابتدي اقارن ما بين التو ماس في الحالتين افتر اند بيفور بيرنينج. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان الماس بتاعت الاليمنت تمام انكريز افتر كومبوزيشن. اوكي طيب دي اكتيفيتي انا شرحتها لكم كده سريعا. تعالوا بقى نشوف الستبس تاني. Burn two pool of cleansing wire half same mass, okay. By using pair of tongs, put one pool on the flame. هحط واحدة على الفليم. When the inner part of the pool become red, put it on an aluminum plate until it extinguish. بعد لما تبقى الانر بارت بتاعتها لونها احمر هحطها في طبق الومنيوم لحد لما تنطفي. طبعا طبق الومنيوم ليه؟ لان طبق الومنيوم مش هيتفاعل معاه، حطيته في طبق بلاستيك هيسيح. اوكي فنلاحظ كده طبق الومنيوم يعني حاجه ما تتحرقش. compare between the mass of the burnt pool and the other pool by using balance scale. حلو الكلام كده. تعالوا بقى نقارن ما بين التو ماسز. هلاقي ان الماس للبرنت بول is heavier than the mass of the unburnt pool. يعني بمعنى اصح كده الكره او القطعه بتاعه الكلينسنج واير اللي حصل لها عمليه بيرنينج بقت اتقل من الايه من والماس بتاعتها بيفور البيرنينج قبل عمليه البيرنينج. ليه؟ لان لما جيت عملت عمليه بيرنينج حصل عمليه كومبينيشن ما بين الاليمنت وما بين الاكسجين، يعني ما بقاش الاليمنت لوحده، بقى اليمنت ومعاه اكسجين، يعني ضفت عليه حاجه، فبالتالي الماس بتاعته بقت انكريز. And the cleansing wire burn quickly because the outer surface of the wire is large enough to react with oxygen forming iron oxide. اللي حصل للcleansing wire ان هي اتحرقت بسرعة جدا لان الاوتر سيرفس بتاعها كان كبير يكفي ان هو يتفاعل بسرعة جدا مع الاكسجين وبالتالي بيديني element oxide. طبعا ده cleaning wire او cleansing wire اللي هو الالومنيوم او الايرن، فبيديني iron oxide او الومنيوم oxide. تمام حلو. طيب give reason مهم جدا. when you burn the pool of the cleansing wire strongly it mass increase. ليه الماس بتاعته increase؟ لان انا خدت البول دي او الكلينسنج واير دي عملت لها عمليه كومبين مع الاكسجين، يبقى لان الاكسجين كومبين with iron forming iron oxide whose mass is heavier او higher than the iron only. لو جبت الماس بتاعه الايرن لوحده هلاقيها اصغر من الماس بتاعه الايرن وهو معاه مين؟ وهو معاه اكسجين، يعني انا ضفت عليه حته، كأن بالظبط ان انا زودت عليه حته اللي هو ايه، او زودت عليه حاجه هي مين؟ هي الاكسجين. تمام. فانا هنا بعد عمليه البرنينج ما بقتش بجيب الماس بتاعه الايرن بس، لا ده انا بجيب الماس بتاعه الايرن بلس اكسجين اللي هي ايرن اوكسيد. تمام كده. طيب احنا كده خلصنا الدايركت كومبينيشن ما بين الاليمنت والاكسجين. طيب الامبورتنت بقى واليوز بتاعه الاكسجين ايه؟ ايه اهميه الاكسجين في حياتنا عامة؟ تعالوا كده مع بعض. أهمية الأكسجين، بيعمل عملية ريسبيريشن، بنستخدمه في الريسبيريشن، بنستخدمه في الكمبوزيشن في عملية الاحتراق، بنستخدمه في إيه كمان؟ بنستخدمه كمان في بعض اللي هي العمليات الجراحية. تمام. بنستخدمه ان لو في شخص مش قادر يتنفس كويس عنده difficult in breathing بنحطه على الأنبوبة أكسجين، صح الكلام؟ بنستخدمه كمان في عملية الدايفنج، في عملية الغوص،
بناخد انابيب كده اكسجين موجوده على ظهرنا واحنا بنعمل عمليه دايفنج علشان نقدر نتنفس تحت سطح الميه، لان احنا مش هنقدر نتنفس تحت الميه صح. بناخده كمان واحنا بنعمل عمليه كلايمنج للماونتين واحنا بنتسلق الجبال او المرتفعات عامه. ليه؟ لان انا كل ما بطلع لفوق كل ما نسبه الاكسجين بتقل الموجوده في الهواء بتقل، فبالتالي انا لو جيت طلعت على مرتفع عالي جدا زي مثلا جبال هيفرست او الناس اللي بتحب انها تتسلق الجبال العاليه، مجرد ما هيطلع فوق على القمه ممكن ما يلاقيش اكسجين او يلاقي كميه الاكسجين ضعيفه جدا، فيحصل له اختناق او difficult in breathing، هيبقى عنده صعوبه في التنفس، فبالتالي لازم يكون واخد معاه انبوبه اكسجين. طيب تعالى بقى ناخد الامبورتنت واليوزز بتاعت الاكسجين. نسيت لكم حاجه مهمه جدا، ان الاكسجين كمان بيدخل في تكوين الاوزون لاير. تعالوا بقى نعرف الحاجات دي كده مع بعض سوا ونعرف الامبورتنت واليوزز بتاعت الاكسجين ايه ونركز سوا مع بعض. الاكسجين important for human and all living organisms. تمام، ليه؟ لان هو مسؤول عن عمليه الريسبيريشن والكومبوزيشن اوف فود انسايد ذا ليفنج سيل تو بروديوس انرجي ويتش نيسيسري فور اول فايتال بروسيس. هو مسؤول عن عمليه التنفس وعن عمليه احتراق الغذاء. الغذاء بتاعنا لما بناكل بيحصل عمليه هضم وبيحصل عمليه كومبوزيشن للفود داخل السيستم بتاعنا او داخل السيل بتاعتنا، فده بيديني طاقه انرجي. الانرجي دي هي اللي انا بتخليني اقدر اعمل كل اول فايتال بروسيس، كل العمليات الحيويه بتاعتي، اقدر اجري واتنطط والعب رياضه واروح المشاوير بتاعتي واسافر هنا وهنا. لكن لو في واحد قاعد يومين او ثلاثه من غير اكل بيحصل ايه؟ بيلاقي ان هو مش قادر يعمل اي نشاط. ليه؟ ما عندوش الطاقه ان هو يعمل او يقوم بالفايتال بروسيس دي. تمام، ايه كمان في الاكسجين مهم جدا للهيومن والليفنج اورجانيزم؟ قال ان هو فورميشن ووتر، بيدخل فيه تركيب الووتر. الووتر مولكيول السيمبل بتاعتها H2O، وبالتالي فهي بتتكون من 1 اكسجين كومبين مع 2 هيدروجين، ايه 2 هيدروجين اتوم. يعني الووتر اللي احنا بنشربها دي اساسي فيها اكسجين. تمام، مفيد لايه كمان او بيعمل ايه؟ قال لي ان الاكسجين جاز فورم اوزون لير، بيدخل في تركيب طبقه الاوزون تمام اللي موجوده في الاتموسفير، ذات بروتكت ذا ايرث فروم هارمفول راديشن ذات كام فروم ذا سن. تاني، طبقه الاوزون موجوده فين؟ موجوده في الاتموسفير. احنا اتفقنا قلنا ان الاتموسفير فيه اكسجين نيتروجين كربون ديكسايد اند اذر جازز، ولما جينا خدنا في بدايه الليسون خالص قلنا ان الامبورتنت بتاعه الاتموسفير قلنا ان هو بروتكت ذا ايرث فروم ذا الترا فايلوت راديشن ذات كام فروم ذا مين فروم ذا سبيس. هي دي بقى الالترا فايلوت راديشن او الهارمفول راديشن اللي هي كام فروم ذا مين فروم ذا سان. فالاتموسفير بيعمل عمليه بروتكت نتيجه وجود الاوزون لير في تركيبه طبقه الاوزون، وطبقه الاوزون تركيبها هي عباره عن 3 اتوم من الاكسجين، هي O3. هي ايه؟ O3 يعني عباره عن O كومبين مع O مع O فاداني O3، فهي عباره عن 3 اتوم من الاكسجين. اوكي نكمل بقية الامبورتنت بتاعت الاكسجين. قال لي ان الاكسجين is compressed in iron cylinder، ببتدي ان انا اضغطه داخل انابيب من الحديد عشان استخدمها في ايه بقى؟ بصوا، in mechanical ventilation for patient who suffer from breathing difficulty. في عملية الميكانيكال ventilation يعني في عملية التنفس خلاص، او عمليات اللي هي التنفس الصناعي او عمليات اللي هي الناس اللي هي عندها ضيق تنفس او عندها صعوبة في التنفس بيبتدي يستخدم لهم الانابيب دي علشان يبتدوا ان هم يعملوا عملية تنفس بيها خلاص، اللي هي الفنتيليشن او الميكانيكال فنتيليشن. اوكي تمام، during surgery اثناء عمليات الجراحية. طبيعي في اكترية العمليات الجراحية لازم بيتحط المريض او البيشنت على التنفس الصناعي تمام اللي هو الميكانيكال فنتيليشن. during diving and climbing mountain اثناء عمليه الغوص وتسلق الجبال. ليه؟ لان طبعا اتفقنا ان الاكسجين heavier than air، هو اتقل من الهواء، فبالتالي نسبه كبيره جدا من الاكسجين هتكون موجوده بالقرب من الايرث سيرفس، فكل ما هبعد عن الايرث سيرفس كل ما البرسنتج بتاعت الاكسجين ديكريس هتقل، وبالتالي لازم يكون معانا ايه؟ لازم يكون معانا انابيب او سلندر من الاكسجين. يبقى because
oxygen is heavier than air, so its percentage decreases when we rise above the Earth's surface. كل ما بنطلع أو بنبعد عن سطح الأرض كل ما نسبة الأكسجين بتقل. تمام. Oxygen combined with acetylene gas. ده رابع استخدام أو رابع important للأكسجين إن هو بيرتبط مع حاجة اسمها acetylene gas اللي هو غاز الأسيتيلين to produce oxyacetylene flame. لهب الأكسيأسيتيلين. Which used in cutting and welding metal as its temperature rise to 3500 Celsius degree. لهب الأكسيأسيتيلين ده اللهب اللي بيستخدمه ناس كتير جدا اللي هم بيعملوا عملية قطع أو لحام للمعادن. هتلاقي الشخص اللي هو بيصلح العربية بيبقى عنده اللهب اللي هو الأكسيأسيتيلين فيلم ده، بتكون أنبوبة كبيرة جدا كده تمام، بتطلع لهب درجة حرارته عالية قوي اللي هي 3500 درجة سيليزية. الدرجة الحرارة العالية دي تقدر انها تعمل عملية قطع cutting او welding للميتال، ان هي تقطع المعادن او تبتدي ان هي تلحم المعادن ببعضها. مثلا زي ايه؟ هديك مثال، ابسط مثال البوابات الحديد، البوابة الحديد بتاعت المدرسة بتاعتك او البوابة الحديد اللي بتبقى موجودة عندك في العمارة تمام، اللي هي الباب الحديد اللي في العمارة ده تكون ازاي. هو عبارة عن مجموعة كده من الميتال رود تمام، من القبان اللي هي المعدن خلاص او الحديد، وبدأنا ان احنا نعمل لها عملية تشكيل، وبدأنا ان احنا نلحمها ببعضها بواسطة الاكسي اسيتيلين فليم. ولو في حاجة يعني مثلا رود كبيرة وانا عايز اقطعها برضو بعمل لها عملية كاتنج بالاكسي اسيتيلين فليم. والاكسي اسيتيلين فليم ده بينتج منين؟ بينتج من عملية كومبين بين الاكسجين والاسيتيلين جاز تمام. ركزوا، بيجي كتير في التشوز في ترو فولس في الكومبليت. الاكسي اسيتيلين فليم بينتج من عمليه كومبين بين الاكسجين والاسيتيلين جاز، والتمبريتشر بتاعته 3500 سيليزيوس ديجري خلاص. طيب جيف ريزون، اكسجين از كومبريسد ان ايرون سيلندر. ليه انا بضغط الاكسجين في انابيب من الايه، من الحديد او من المعدن؟ طبعا عشان استخدمه ان ميكانيكال فنتيليشن، عشان استخدمه ديورينج سيرجري، عشان استخدمه ديورينج دايفنج اند كلايمبنج ماونتين. اوكي طيب ايه كمان؟ الاكسجين لاير از فيري امبورتنت فور ذا لايف of all living organisms. ايه هي اهمية طبقة الاوزون؟ قلنا طبقة الاوزون دي احدى المكونات او الكمبوننت، او هي من مكونات الاتموسفير، الغلاف الجوي. بتعمل ايه؟ it protects the earth from harmful radiation that come from the sun or from the space. عادي جدا تمام، بتحمي الارض من الراديشن الهارمفول، من الاشعة الضارة اللي come from the mean come from the sun اللي بتأتي من الايه او جاينا من الشمس. اتفقنا قلنا ان الهارمفول راديشن بتأثر على الهيومن، بتأثر على السويل التربة، بتأثر على البلانت تمام، على النباتات، وممكن تلوث الارض عامة وبتسبب امراض كتير جدا واضرار كتير جدا للليفينج اورجانيزم. فبالتالي الاوزون لير مهمتها انها بروتكت الارث من الهارمفول ايه، من الهارمفول راديشن تمام. بكده احنا نكون خلصنا الدرس بتاعنا بتاع اللي بيتكلم على الاكسجين اللي هو ليسون 1. خدناه على 3 بارت. طبعا البارت 1 كان بيتكلم معانا على الاتموسفير، واتكلمنا على البريبريشن بتاعه الاكسجين، واتكلمنا بعد كده على البروبرتيز بتاعه الاكسجين. وفي البارت 3 بتاعنا او في الفيديو التالت بتاعنا اتكلمنا على الامبورتنت وعلى اليوز بتاعه الايه بتاعه الاكسجين. طبعا هو اليونت دي فيها حفظ كتير جدا، بس انت لو فاهم الدرس كويس وحفظت اهم الكلمات الصعبة اللي ممكن تعدي علينا، هيبقى الدنيا بالنسبة لك سهلة جدا، مش تحتاج ان انت تحفظ كتير. من ضمن الكلمات الصعبة ما تنساش تحفظ كلمة ميكانيكال فنتيليشن خلاص، اللي هي التنفس الصناعي، لانها مهمة جدا وبتتكرر كتير برضو في الامتحانات، وفي الاهمية الامبورتنت بتاعت الاكسجين. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وهستنى برضو الكومنت والاستفسارات بتاعتكم على البيج بتاعتنا على الفيسبوك او في الفيديو. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد و لسن 2 اللي هيتكلم على الكربون ديكسايد جاز. باي باي.